شو يا مدام ليش ملبكه؟ ماما ماما ماني ملبكه. ماما 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 ماني ملبكه؟ شلون ماني ملبكه؟ ملبكه؟ ليش شو في؟ ماما ماما ما في شيء. لا في شيء. في شيء. لا؟ مين انت ولا؟ نعلوة. نعنوة؟ والله عن شرفك يا نعنوة. شو يا مدام؟ شو؟ ليش ملبكة؟ ماني ملبكة. شلون ما ماني ملبكة؟ ما في شيء. أنا بعرف هي ما في شيء أنا بعرفها بعرفها مزبوط. نعنوع وينو؟ على وضعك ما عندي مين نعنوع خاطور هذا في مسرح من هون الخميس الجاي ان شاء الله الالات تكون واصله. والله يا معلم هيك خبرونا عن طريق الفاكس، عن طريق الفاكس هيك خبرونا. بصراحة يا معلم هدول جماعة كثير ملتزمين بحياتهم ما كذبوا. ثاني شيء هدول شركة لهم اسمهم بعالم المكنات، يعني ما معقول يكذبوا معلم علينا، علينا ما معقول يكذبوا معلم. أنا هيك بتوقع لأنه أول دفعة بعثنا لهم إياها 100 مليون. طبعاً أنا بإيدي حولت لهم إياها. معناها فينا نفتح المشروع خلال أيام. أكيد معلم لك مليون بالمية. معناها رح نتكل على الله. شو مشان مشروع الإسمنت اللي حكينا عنه؟ معلم الدراسة صارت جاهزة ولازم حضرتك تطلع عليها. جيب لي الورقة لحتى اطلع عليه، إذا شفت الجدول الاقتصادية تبع هالمشروع جيدة بإذن الله رح نفوت فيه. إيه الله يزيدك. وهيك معلم بتكون فايت السنة بسبع مشاريع. ليك أنا هذا الكلام ما بحبه ما بحبه، ما بيحسد المال لأصحابه. قول بسم الله. ألو أهلين أهلين أهلين. أيوة شلون؟ شو عم تحكي؟ كيف؟ الله يرحمه الله يرحمه. شوفي معلم خير إن شاء الله هالتليفون. عم يقولوا الكبير مات. يا الله يجعل مسواه الجنة معلم. الله يرحمه. دعمه كيف وإمتى وشلون؟ هاي حال الدنيا معلم. معناها اسمعوا مني لازم نروح نرتب حالنا ونكون أول ناس عم تعزين. هذا هو ما بصير. يلا تفضل معلم تفضل. يا هلا حبيبي شو جاي على بكير اليوم؟ هلا خبروني انه الكبير مات. شو هالحكي امتى؟ لك ايه هلا خبروني قلت بيجي بلبس طقمي وبطلع. ايه طبعا حبيبي لازم تروح مشان اسمك ومقامك. لك معلوم لازم كون، تعي طالع لي طقمي وقميصي بدي كون اول واحد. والله كان يعز علينا كبير. الله يرحمك يا كبير. لك الله يرحمك يا كبير. أحسن الله أجركم. شكرا الله سعيد. الله يرحمك يا كبير. الله يرحمك يا كبير. الله يرحمه. راح
شو شريك؟ مين الأخ؟ لك هذا المليونير سليم ما غيره، شو ما عرفته؟ إيه لا والله ما عرفته، أصلاً أنا هي أول مرة بسمع فيه. شي؟ لك هذا أكبر مليونير بالبلد، مشاريع وأرزاق ما بتاكل النيران، وكل سنة عنده 10 مشاريع إذا مو أكتر. يا سيدي الله يرزقه ويرزقنا. بس شايف، شايف لي إياه كيف متأثر على الكبير؟ لك آخ آخ، مين ما بيحبه للكبير؟ آه مين ما بيحبه؟ أي والله يا سيدي الله يرحمه ويرحمنا. آمين. انتبه انتبه ليقوم المعلم بده شيء. صحيح حبيبي ما خبرتني، شو صار اليوم معك بالعزا؟ لك رحنا ماشي الحال، يعني كنا أول الناس وعزينا وطلعنا. ودخلك إجا ناس كتير؟ ايه وفودا وفودا، نحن طلعنا من الصالة لقينا الناس واصلة برا، كله عم ينطر دوره ليفوت. لا والأحلى من هيك، كله عم يفوت وعم يبكي وعم ينوح. ايه طبعا حبيبي هذا الكبير أقل منها يعني. لا ولا أخدين لي صالة كبيرة بالبلد دي عملت عازي فيها. وأكيد أنت بكرة حتروح ما هيك؟ ما بظن، يا بكرة يا بعد بكرة، هني عاملين أساسا العزة 5 أيام. أي الله يرحمه يا رب. تيجي ألو؟ أيوة؟ لا لا الأستاذ سليم لسه ما وصل. أكيد على وصوله. مين قال؟ طيب طيب ولا يهمك، الله معك. لا لا أنا سكرتيرته. يا هلا باي. أهلا أستاذ. كيفك يا دلع؟ تمام. شو بتضلك قاعدة بالمكتب؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدك تعملي؟ شو أخبار؟ ما في شي، بس في شخص اتصل سأل عني. مين هو؟ ما قال. شو بده؟ كل اللي قاله إنه سألني إذا بتوصل حضرتك. روحي خلوني يعملوا لي قهوة. طيب تيجي. أستاذ سليم؟ نعم. في 2 بشوفوا حضرتك. مين هني؟ ما بعرف. خليهم يفوتوا. طيب أوكي. أستاذ سليم. أهلا سليم. كيفك؟ يا ميدا أهلا وسهلا. كيفك خواجة سليم؟ أهلا سليم. شو أخبارك؟ أهلا سليم. أهلا فيك. أهلا سليم. شو ما عرفني أستاذ سليم؟ لا والله. لا 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 ولو نحن امبارح اجتمعنا بعزا الكبير الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. الله يرحمه. يا سياد ميدا. لا صار لازمك عناية. زفاني كتير عليك. تعال عندي. نعم استاذ. شو بتشربوا أساتذة؟ لا شكرا كتير استاذ سليم، نحن مستعجلين ورانا شغل، خليها لغير مرة ان شاء الله. ما بصير لازم اشربكم شي. ما عليه شي، خليها لغير مرة، ما لنا مطولين. والله الحقيقة كانت فاجعة موتتها الكبير، الله يرحمه. ليش مين ما كان يحبه الله يرحمه؟ والله، والله كان كلامه طابه على راسنا من فوق. وأوامره كانت أمين. أكيد أكيد. ومشان هيك أنا جاي لعندك. تفضل، تفضل. امبارح يا أستاذ سليم إجاني الكبير بالحلم ولاني متضايق، فعرف إني مزنوق على قرشين، فلي ما تاكل هم، بتقول عند سليم بيك وبتقله بيسلم عليك الكبير ودينني 70 مليون ليرة لشهرين بس وبرجع لك ياهم. الكبير إجاك بالحلم وقال لك روح لعند سليم متضايق منه 70 مليون. ورحمة الكبير الغالي علي وعليك عم انقل لك كلامه بالحرف الواحد وبرجع وبذكرك 2 شهر وبس. ايه اوامر الكبير على راسنا والله، اوامر الكبير على راسنا، بس يعني بدك تعطيني وقت شوي.
بلكي ان شاء الله من هون لبكره بنحل القصة. معناته استاذ سليم انا ناطر تليفون منك. يلا بخاطرك. اليوم يعني اذا ما اعطيته بيقول لي ما بتحب الكبير. لك هذا الكبير، الكبير بتعرف شو يعني الكبير؟ واذا اعطيته راحوا علي 70 مليون. والله صحيح عم تحكي. يا ريته طلب مبلغ صغير. لك كنت اعطيته اياه بس يطلب 70 مليون. طيب وهلا شو راح تعمل؟ اعمل تحتي ان شاء الله. شو بدي اعمل؟ ليش طالع بايدي حل وما عملته؟ لك حبيبي والله انا قلقانة عليك كثير. ليقوم يصير معك شيء. ولك شو بده يصير معي؟ شو بده يصير معي اكثر من صاير؟ مو شايف وشك؟ مو شايف حالك كيف صاير؟ بدي اقوم ازيد معك السكر وتروح تنجلت لا سمح الله. شو رايك تنام هلا والصباح ربع؟ لك شلون بده يجيني نوم وهذا ناطر مني تليفون بكره؟ طيب خلص اتركه ولا تدق له، لحاله بيعرف انه مانك حابب تعطيه. لك هذا حل هذا؟ عمل لي اجى لعندي هذا ابو شوارب تهدي عليهم بقرتين وقال لي الكبير جاي بالمنام وقال له دينوه. طيب انا عندي حل. ها؟ في شخصين برا عم بيسألوا عنك. مين؟ نفس الأشخاص اللي إجوا هدين كل مرة. مرحبا أستاذ سليم. يا ميت أهلا وسهلا. الله يسعد أوقاتك. أهلا سليم. مرحبا أستاذ سليم. كيفك؟ أهلا أستاذ سليم. يعني أنا مطرتك يومين ليتك ما دقيتني. فقلت لأجي شوف شو صار معك. بخصوص 70 مليون اللي حكينا عليهم. ايه الحقيقة أنا بصراحة يعني شو بدي أحكي لك، بنفس الليلة إجاني الكبير بالحلم قال لي اسحق الدينون. وبتعرف يا أوامر الكبير